السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب، قناة ساينس ويب المختصة في مجال التداول بالعملات الرقمية. في هذه الحلقة سنرى أفضل طريقة لسحب المال من على المنصات إلى البنك المتواجد في بلدك. هذه الطريقة مجربة، أشتغل بها أنا شخصيا، أفضل طريقة بأفضل اقتطاعات، يعني اقتطاعات بسيطة جدا. طريقة صراحة أصبحت أشتغل بها كثيرا هذه الطريقة. هناك من يفضل الطرق الكلاسيكية، الكل يعرفها، يعني الالتقاء بالأشخاص والبيع المباشر. هناك من يفضل يعني أن لا يلتقي بأي أحد، يشتغل يعني بدون ضغوطات وأي شيء، يسحب مباشرة من المنصات إلى حسابه في أي بلد. إن شاء الله سنرى هذه الطريقة وبالإثبات إن شاء الله. أول شيء يعني ما نحتاجه، ضروري أن يكون لدي الحساب في أدفكاش. شرحت طرق عديدة بدون أن يكون لديك حساب في أدفكاش أو شيء مثل هذا، ولكن تلك الطرق كانت باقتطاعات كبيرة، مثلا كانت حوالي يعني $40 كاقتطاعات تلك الطرق، أو $30. أما هذه الطريقة اقتطاعات بسيطة جدا. سأريكم هذا الحساب الخاص بي على أدفكاش كما ترون. سنرى بعد المعاملات التي تعاملت بها في أدفكاش، يعني أتعامل في الأدفكاش الباير، يعني أقوم يعني بعمل العديد من البنوك وأتعامل معهم، لا أتعامل مع بنك واحد. سنرى بعد العمليات كما ترون هنا، قمت سنبدأ من الأسفل كما ترون، أو لا مشكل من هنا. قمت بإيداع $96 من الريبل، $96 من الريبل كما ترون، ها هو الإيداع. سحبت تلك $96 إلى البطاقة الخاصة بي. مدة تحويل من المنصة إلى بنك الأدفكاش لا تتجاوز دقيقتان مع الريبل، ومدة تحويل من بنك الأدفكاش إلى البنك الخاص بك في بلدك لا تتجاوز اليومين أو 3 أيام، يظهر الرصيد الخاص بك كما هو، كما أرسلته. هنا بعد العملية التي قمت بها، سأريكم في الباير والأدفكاش. أريكم أول شيء في الأدفكاش، كما ترون هنا الريبل إيداع بالسحب على البطاقة، هنا الإيداع $132 سحبوها على البطاقة، هنا إيداع الريبل $94 سحبوها على البطاقة، هنا إيداع الريبل $757 ثم سحبتها على البطاقة، هنا قمت بإيداع $207 من الريبل ثم سحبتها على البطاقة مباشرة. يعني تجد الكثير من التعاملات، يعني إذا كان أي مشكل فسأقوم بعملية واحدة فقط ولن أفعل العملية الأخرى. الاقتطاع الصراحة أعجبتني جيدة. أول شيء هناك بعض الإخوة يقول في مفكرته، كيف يعني تصلك عملة إلى بنكك وتصبح مال؟ لا يا أخي، يجب عليك أن تفهم أمر، بنك الأدفكاش مثل إكشنج، هو بنك وإكشنج. مثلا قمت بإيداع البيتكوين أو الريبل أو الإيثريوم أو اللايتكوين أو الأورو أو الروبل، أي عملة قمت بإيدائها في بنك الأدفكاش يعطيك الكثير من المحافظ، الدولار الأورو الريبل، ويرى استعمالك لهذا البنك. مثلا أنا أريد أن أقوم بعملية تحويل المال من حسابي في أدفكاش إلى البطاقة مباشرة، فسيعطيني مثلا أن لدي ريبل في هذا الحساب، عندما سأرسل مباشرة سيأخذ الريبل، ستبقى قيمة الريبل كما هي، مثلا مقابلها $96، سيأخذ الريبل ثم يعطيني دولار، سيرسل لي مباشرة بدون أن أفعل أي شيء، بدون أن أدخل إلى مكان ما هنا وأقوم بعمل إكشنج من الريبل إلى الدولار. عندما تقوم بإيداع الريبل تظهر لك هنا بالدولار، تريد أن تسحبه يعني تسحبه. هل فهمتم هذا الأمر؟ كما ترون هذه هي السحوبات التي قمت بها. في هذا الفيديو سنرى الإيداع والسحب، حتى طريقة شراء البيتكوين إن شاء الله سنراها في هذا الفيديو. المهم، طريقة التسجيل هي طريقة سهلة جدا، أسهل طريقة.
رابط تسجيل ستجده في الديسكريبشن أسفل الفيديو، ستضغط عليه سيأخذك إلى الخانة الرئيسية، ستملأ بيانات روتينية، الإيميل الخاص بك، اسمك، رقم هاتف، ثم روجستر. ستكمل عملية التسجيل، ستملأ العنوان الخاص بك، كل المعلومات يجب أن تكون صحيحة، اسمك الكامل يجب أن يكون صحيح. عندما تدخل المعلومات الخاصة بك تقوم بإرسال الوثائق الخاصة بك، يعني بطاقة الهوية، تأخذ لها صورة من الأمام والخلف، ثم أخذ يعني صورة لورقة يعني الفواتير الخاصة بك، المياه أو الكهرباء أو ورقة الإنترنت أو كل ما يدل على عنوانك، ثم تقوم بإرسالك رسالة للبنك. طريقة تفعيل الحساب الخاص بك لن تتجاوز 24 ساعة، ستأخذ طريقة ستشتغل بها وأنت مرتاح على مدة طويلة إن شاء الله. هذه الطريقة جيدة، ليس مثل الطرق التي كنت قد شرحتها منذ مدة، تلك الطرق التي لا يجب عليك أن تقوم بفتح حساب وتفعيل حساب مباشرة، إكسشنج يقوم بتحويل لك من العملة إلى أي بنك. هناك من يشتغل بالباي بال، أنا شخصيا كنت أشتغل بالباي بال. الباي بال لديه اقتطاعات كبيرة، وقاموا بإقفال الحساب الخاص بي على الباي بال، يقول لك أني قمت باختراق بعض القوانين، أنا لم أفعل أي شيء. يعني المشكل في باي بال، إذا قمت بتحويلات كثيرة، تحويل الأموال في ذلك البنك، سيقومون بإغلاق حسابك، فمن الذي أي رصيد في الباي بال فليحذر من هذا الأمر. يعني قاموا بإغلاق الحساب الخاص بي، قالوا لي لن نضع لك أحقية لكي تسحب ذلك المال الذي يوجد عندك في الباي بال حتى يمر حوالي 160 يوم. المهم لا مشكل، نرجع إلى صلب الموضوع. ها أنت قمت بفتح حساب خاص بك وظهرت لك هنا فيريفي، ستقوم بإيداع العملة الخاصة بك، تضغط هنا على ديبوزيت هنا. مثلا أنا لدي مثلا ريبل أو بيتكوين أو إيثيريوم، هنا كما ترون تكتب كم تريد الإيداع في هذا البنك. مثلا أنا أريد إيداع 100 دولار من الريبل أو أي عملة، 100 دولار فقط، تكتب هناك 100، ثم تنزل تختار أي عملة تريد الإيداع بها. البيتكوين يأخذ من الوقت حوالي 15 دقيقة، لماذا أفضل؟ وهناك اقتطاعات حوالي 5 دولار، يعني تقتطع المنصة وتضيف كاش، يعني حوالي 5 دولار. أما الريبل لا يوجد أي اقتطاع، حوالي 0.02 دولار، يعني اقتطاع بسيط جدا. كما ترون مثلا 100 دولار سأختارها ريبل، أضغط على الديبوزيت. كما ترون يعني 100 دولار، كم ستأتيني بالريبل؟ يجب علي إيداع 493. تضغط موافق كونفير، سيأخذك إلى هذه الصفحة. كما ترون يقول لك يعني يجب قراءة الرسائل، ضروري أن ترسل لنا هذا المبلغ بالضبط، يعني 493.6151 من الريبل. الريبل معروفة، لديه أدريس خاصة به وطاق، شرحت هذا، طريقة سهلة جدا. عندما تضغط على ويدراو في منصة بينونس، تقوم بإدخال، يطلب منك الأدريس، هي هذه الأدريس، ثم هذا الطاق. شيء آخر، أي منصة تقوم بعملية اقتطاع لأي مبلغ قمت بسحبه تحدده في تلك العملة، مثلا الريبل في بينونس يقتطعون 0.25 من الريبل، يعني اقتطاع بسيط جدا. مثلا أنا سأقوم بإيداع 493.6151 مع مراعاة هذا الرقم، سأقوم بعملية حسابية، مثلا 493.6159، سأضيفها زائد كم يقتطع، تقتطع بينه 0.25 من الريبل،
يعني سترسل هذا المبلغ، ستكتب 493.400 عفوا 9451، ستقوم بإدخالها ثم تقوم بالإيداع الخاص بك. ستصلك في خلال دقيقة. عندما ستصلك ستقوم بإرسالها إلى البطاقة الخاصة بك. سأريك الطريقة، تضغط هنا على ترانسفير. هنا كما ترون البطاقة الخاصة بك، يدعم الفيزا والماستر كارد. أنا شخصيا اشتغلت بالفيزا كما ترون، وصلتني أكثر من مرة. هناك بعض الإخوة يسألون ما هي نوع الفيزا التي تشتغل بها. أنا أشتغل بفيزا اي شوبينج الخاصة ببنك السياج. هذه البطاقة هناك بعض الإخوة لا يعرفها، فقط يعرف الكود ترونش ماستر كارد. بنك السياج لديه ماستر كارد، عندما تفتح حساب يقومون بإعطائك ماستر كارد عالمي. ولكن هناك فيزا اي شوبينج تقوم بالدفع عليها سنويا 6 دولار، يعني 60 درهم، يعني أمر جيد تشتغل بها على الإنترنت. أنا شخصيا أشتغل بها، تبقى يعني فيرتشيال غير حقيقية تلك الفيزا، ولكن هي مربوطة بالحساب الأصلي الخاص بك. كما ترون هنا تختار الدولار، عفوا وقع خطأ. عندما تضغط على فون ترانسفير تختار هنا الماستر كارد والفيزا، تضغط هنا عفوا وقع خطأ. هنا يعني البطائق الروسية، هنا البطائق الأوكرانية، هنا البطائق العالمية يعني ترانسفير انترناسيونال، نختارها. هنا مباشرة كما ترون يقول لك يمكنك الماكس هو 1500 دولار يوميا يمكنك سحبها إلى بنكك، تختار العملة التي تريد. أنا أخذ دائما الدولار. هنا تكتب مثلا 100 دولار. هنا مباشرة ستكون المعلومات الخاصة بك، هنا معي الأليكسي وإدخال رقم البطاقة الخاصة بك هنا، ثم مباشرة تضغط على كونتينيو ثم كونفيرم. سيحولونك على الإيميل الخاص بك، ستقوم بالضغط على كونفيرم. قد تم السحب بنجاح. مدة الوصول إلى البنك الخاص بك لن تتجاوز 3 أيام وستظهر على حسابك. هذه هي أفضل طريقة، طريقة جيدة كما ترون اشتغلت بها أكثر من مرة بدون اقتطاعات كبيرة، اقتطاعات بسيطة. أفضل طريقة بأفضل اقتطاعات صراحة هي هذه الطريقة، أما الطرق الأخرى تتطلب وقت طويل واقتطاعات كبيرة جدا. فهناك من سيرى هذه الأمور، يعني أن تفتح حساب في الأدف كاش ثم تقوم بتفعيله ثم الإيداع والسحب. فإذا أردت أن تكسب الكثير في الأيام القادمة أو في المستقبل، فقم بإنشاء الحساب سواء في الباير أو الأدف كاش، فهذا ينطبق حتى على الباير. المهم هنا رأينا طريقة السحب والإيداع. هناك بعض الإخوة يريدون شراء البيتكوين. صراحة أفضل طريقة هي الشراء من على منصة بينانس، جربتها شخصيا، جربت كل الطرق عن الإنترنت، فأفضل طريقة وأسرع طريقة لا تتجاوز 5 دقائق بخدمة جيدة هي الشراء من على منصة بينانس. مثلا أنا كشخص جديد، هناك من يفتح حساب مثلا على منصات أخرى، بولونياكس أو البيتريكس أو البيت هوم أو الأب بيت، يفتح حساب ثم يذهب لفتح حساب في موقع آخر لكي يشتري عملة البيتكوين أو أي عملة. فمنصة بينانس يعني ستبقى بين منحصر ما بين الأدف كاش وبينانس، تفتح حساب سهل جدا، فتح حساب تفعيل الحساب الخاص بك سهل جدا، فهذا لصالحك. ليس بالضروري أن تشتري أو تبيع، فضروري أن تفعل حسابك في أي بنك تشتغل فيه أو منصة.
فهي من الضروريات صراحة لكي يعرفوا من هذا الشخص الذي يشتغل عندنا. حتى لو طرأ شيء للمنصة فستأخذ حقك. المهم طريقة التسجيل طريقة سهلة جدا. روجيستر هنا ملأ بيانات روتينية. عندما تقوم بالتسجيل في من على المنصة بينونس هنا تذهب هنا ثم باي كريبتو. طريقة سهلة جدا صراحة. من هو جديد في عالم التداول بالعملات الرقمية ويبحث عن طرق الإيداع والسحب أو شراء البيتكوين أو العملات الأخرى، فما عليك سوى أول شيء بالبينونس، الشراء من على البينونس. كل الروابط التي ستحتاجها سواء لشراء البيتكوين أو سحب البيتكوين ستجدها في الديسكريبشن أسفل الفيديو. كما ترون هنا تختار القيمة التي تريدها 300 دولار، تختار البيتكوين نيكست، يعني تقوم بإدخال البطاقة الخاصة بك، الأرقام البطاقة، اسمك، عنوانك. مباشرة بعد مرور 5 دقائق تجد الرصيد الخاص بك على المنصة. تبدأ بالتداول. بدأت بالربح، تريد أن تقوم بالسحب، تسحب على الأدف كاش كما رأيتم. المهم هذه هي الطرق الجيدة للسحب والإيداع. هذه الحلقة يعني الكثير من الإخوة سألوني على طرق السحب والإيداع. نرى الكثير من الإخوة يربحون عن طريق التداول ولا يجدون طرق، يعني الطرق الجيدة بدون اقتطاعات والطرق الأسهل لسحب الأرباح إلى البنوك الخاصة بهم في أي بلد. فهذه أفضل طريقة، يعني لو تبحث في اليوتيوب أو أي شيء لن تجد أفضل من هذه الطريقة. أي شخص يقول لك أن الأفضل طريقة لاقتطاعات، فإن لم تكن هذه الطريقة فلا تضيع وقتك في مشاهدة تلك الفيديو صراحة. أما من يقول لك باي بال والأشياء الأخرى، باي بال مشكل هو إقفال الحسابات، ليس منحصر فقط في المجال التداول بالعملات الرقمية. أنا في الباي بال لم أشتغل بالعملات في الباي بال، كنت أشتري بطائق الآيتونز من مواقع بيعها. يعني كنت ألعب بعض الألعاب المشهورة بابجي، أشتري بعض الأشياء من تلك اللعبة، أشتغل ببطائق الآيتونز. قالوا لي أنت تشتري دائما البطائق من أحد المواقع. لم أفهم السبب، يعني السبب لم أفهم في باي بال صراحة هذه الساعة. والمشكل لم يقوم بإعطائي طريقة أن أسحب المال الخاص بي أو الإيداع أو تكلم معهم. قالوا 160 يوم ثم ستتحدث معنا ويمكنك أن تسحب مالك مباشرة. المهم لا أريد الإطالة عليكم في هذا الفيديو، فقط رأيتم طرق الإيداع والسحب. الفيديو القادم إن شاء الله العملات التي تقومون بوضعها في الفيديوهات. هناك بعض المرات لا يعني أقوم بالإجابة، فقط أقرأ التعليقات وأدون العملات وسأتحدث عليهم، يعني الديسك، العملة الخاصة بالكيكوان، الكواركشين، البي اش اكس، تحدث على البي اش اكس، الكيلانك. هذه كلها عملات رأيتها الأشخاص المتابعين قاموا بوضعها، سأتحدث عليها. فقط قم بإعطائي بعض الوقت لأني لا يمكن أن أجاوب، أن أقوم بالإجابة عليك. مثلا تقول لي ما رأيك في عملة الديسك، أقول لك عملة جيدة، أو أقول لك لا أعرف هذه العملة فهي غير جيدة. لا، أخذ الوقت وأبحث على تلك العملة. يمكنني أن أجيبك في الحال، مثلا تقول لي ما رأيك في عملة الديسك، ما رأيك في عملة البيك، ما رأيك في عملة أي عملة، هناك بعض الأسماء لا أعرفها، أقول لك إنها عملة جيدة، إنها عملة لديها مستقبل، إنها عملة سأقول لك يعني إجابة بسيطة، لن أقول لك مشروع الخاص بها. يعني لو أردت الإجابة الصحيحة، أي شخص سألته مثلا قال لك العملة سيئة، برر لماذا قلت العملة سيئة. العملة جيدة
برر لماذا قلت العملة جيدة. لا تعطي مثلا نقطة غير جيدة جيدة. المهم لا أريد الإطالة عليكم في هذا الفيديو. هذا كل ما لدينا لحلقتنا اليوم. من لديه أي سؤال أو وجد بعض الصعوبات في عملية الإيداع أو السحب، فهذه صفحتنا على الفيسبوك لمن يريد السؤال عن كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالعملات الرقمية. هذا تويتر الخاص بي، دائما ما أكون على تويتر. مرحبا بكم لأي سؤال، من وجد أي صعوبات أو أي شيء يتعلق بالكريبتو. هناك شيء آخر، هناك من يسألني على هل حلال أو حرام. أنا لست من أهل الاختصاص لكي أقول لك مثلا هذه العملة حرام هذه العملة حلال. أنت ونفسك إذا وجدت أن العملة لا تناسبك أو رأيت فيها بعض الأشياء الأخلاقية، فيمكنك أن لا تستثمر فيها. يعني الاستثمار يبقى عليك فقط استثمر في مشروع كبير. المهم لا أريد الإطالة في هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.